أهلا بك عثمان. ماذا؟ هل ستطلب سيوفي مجددا؟ تعال إلي أيها الجنود. تعال. هذا من أجل الرمح. وهذه من أجل محاربي. هيا يا أبطال. يا بني، نحن زينا خارجك وليزين ربنا داخلك. في تجارتك اتبع شريعة الله واتبع الحق. تحكم بيدك وبمعصمك وبلسانك. استخدم ميزانك بالعدل. قبل يد معلمك. مبارك لك. 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 تفضلوا تفضلوا. حضرة الوزير، جاء السيد عثمان وهرب المحاربين. عثمان، شيخ أديب علي، أشكرك من أجل كل شيء، لكن هناك مسألة مهمة علي أن أذهب. في جميع الأحوال سنلتقي مجددا. سلمت. لقد أسعدنا مجيئك كثيرا وزير عرمشاه. مع السلامة. أين سنذهب سيدي؟ طريقنا إلى إنغول. هيا يا أبطال. سنذهب إلى إنغول. حان الوقت سيد عثمان. سيدي، أحدهم قادم. يا أبطال، أنزلوا أسلحتكم.
لقد أنقذناكم من يدي الوزير بفضل كوسيس. أهلا بك ميخائيل كوسيس. أهلا بك سيد عثمان. اللعنة عليكم، ماذا حدث هنا؟ عثمان هاجمنا يا سيدي. ما هذا الوضع يا كونور ألب؟ لم تستطع إيقاف بضعة رجال؟ لقد خدعونا، حاولنا إيقافهم. حاولت يا كونور ألب لكنك لم تستطع. ربما القيمة الممنوحة لك هي أكثر مما يجب. أحد الأخيين أعطى منوماً للحراس، وعندما غفوا دخلوا دون أن يشعر أحد، لكن لن يحدث ضعف كهذا مجدداً. أحد الأخيين إذن، اتضح أن شكوك في مكانها. أديب علي، تتعاون مع عثمان إذن. أتيت في الوقت المناسب يا جلالي. أديب علي سيرى ما معنى أن يتعاون مع عثمان، سيدفع ثمن ما فعله. تحت أمرك حضرة الوزير. وأنت استجمع نفسك، ستعثر على عثمان. لن أقبل الأخطاء مرة أخرى. تحت أمرك حضرة الوزير.